من أهداف هذه من هذه العملية هي فرض إعادة الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار للاتفاق على مسار سياسي. ليس الهدف، وكان واضحا هذا الهدف، الهدف كان واضح في البيان الذي تلي قبل بدء هذه العملية، أن الهدف هو إعادة المسار السياسي لليمن، لأن ليس المطلوب بالتأكيد هو القضاء على الحوثيين، لأنهم هم يعتبروا جزء من الشعب، لكن القضاء على قوتهم، محاولة إعادتهم إلى أن يكونوا ضمن متساوون مع بقية الأطراف ويذهبوا إلى حوار سياسي جاد يمكن أن يفضي إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف. ليس المطلوب هو القضاء على أحد في اليمن، وبالتالي هذا أمر هو واضح وكان واضحا في الأهداف التي أعلنت من قيام هذا التحالف. يعني نحن نرجو ألا تطول هذه العملية، لأن في إطالتها أولا ربما تبرز مآسي معينة لليمنيين العاديين والبريئين، وربما يستفيد الحوثيون من طول المعركة أو طول الضربة في الترويج لأنفسهم ورفع مظلوميتهم. فنحن نتوقع أن يكون هنالك تركيز على أمور وبنك أهداف معينة تجعل وتضغط بعودة الشرعية وعودة الفرق السياسيين إلى المسار السياسي الذي هو في الأخير هو الهدف من كل التحركات. لن يكون هنالك حل عسكري ولكن حل سياسي لجميع الأطراف في اليمن. طيب، يعني ربما أيضا الساعات القليلة الماضية حملت بعض الأنباء من اليمن، بعض وكالات الأنباء تناولت مثلا هذه المكافأة التي رصدها الشيخ حميد الأحمر لمن يقوم بالقبض على علي عبد الله صالح الرئيس السابق. أولا، ما دقة هذه الأخبار وهي وردت على بعض المواقع اليمنية؟ ثانيا، في حال دقتها وصحتها، ما الذي تعكسه؟ هي لم تتأكد حتى الآن، ونحن نعلم أن الحرب الإعلامية الآن على أشدها عبر المواقع الإلكترونية والأخبارية في اليمن، ولكن بغض النظر عن يعني صحتها أو عدمها، يعتبر علي عبد الله صالح هو جزء كبير من المسألة من المشكلة في اليمن، باعتبار أنه تحالف مع الحوثيين منذ وقت مبكر، وساعده على إسقاط عمران ثم إسقاط صنعاء. فهو يعني قال في اليمن، وقد تأكد هذا الأمر، أنه لولا علي عبد الله صالح لما تمدد الحوثي ووصل الى اسقاط صنعاء ثم وصل الى مشارف عدن. وبالتالي علي عبد الله صالح يظل هو جزء من المشكله، وهو كذلك يبدو انه مستهدف من هذه العمليه، وليس غائبا عن اهداف العمليه، باعتبار ان كل التحركات التي يقوم بها علي صالح تصب في صالح الحوثيين وفي صالح عدم الاستقرار، مع ان المفترض ان علي عبد الله صالح وأكثر الناس يعني يجب أن يتمسك بالشرعية، باعتباره يعني البرلمان اليمني هو الوحيد الذي لديه الآن شرعية مع الرئيس علي عبد ربه منصور هادي، وهي شرعية من التوافقات السياسية. وبالتالي بغض النظر عن هذا الخبر هل هو صحيح أو لا، لأنني لا أستطيع أن أؤكده وأنفي، علي عبد الله صالح نحن لا نتحدث فقط عن بعض المواقع الاجتماعية، ولكن بعض وسائل الإعلام أيضا اليمنية ذكرت هذا الخبر، وبالتالي هو يعني يبتعد عن فكرة مواقع التواصل وفقط. أنا أقول أن يعني نحن لدينا في اليمن كثير جدا من المواقع الإلكترونية تزيد عن 200 موقع إخباري، ولا أستطيع أن أؤكد أو أنفي هذا الخبر، لأنه صحيح. يعني لابد أن يكون هنالك موقع محترم مثلا نقل هذا الأمر، لكننا لم نشاهد ذلك حتى الآن. طيب. في كل الأحوال لا نستبعد ذلك، الحرب التي العداوة التي بين حميد الأحمر وحاشد وما حصل من الحوثيين عند اجتياحهم وقبل اجتياحهم لصنعاء لا يستبعد شيء من هذه الأمور. طيب. لكن لا أريد أن أكون أنا مصدر لتأكيد معلومة أنا لست متأكدا منها. هذا صحيح. كل ما في الأمر صحيح، وهذا من باب الأمانة الإعلامية. على كل الأحوال، يعني من المفهوم أن علي عبد الله صالح هو جزء من المشكلة اليمنية كما ذكرت منذ لحظات، وجزء أساسي على اعتبار هذا التحالف مع الحوثيين، ولكن يبقى السؤال ونحن نتحدث عن الوصول لهذه النقطة التي تستقر فيها الأمور مرة أخرى بحوار ما، هل يمكن أن يكون علي عبد الله صالح جزء من الحل أيضا، ربما في سياق يتشابه بصورة أو بأخرى مع خروجه من السلطة؟
يعني أولا إذا لم تكن العملية العربية في اليمن هدفها الوصول بالجميع إلى توافقات سياسية تجعل من ترسم خارطة الطريق لإخراج اليمن مما هي فيه، فهي ستكون مجرد عملية ستزيد من تعقيد المشكلة. لكن احنا نتوقع أن العملية هي هدفها في الأخير أن تجلب جميع المتحاورين إلى طاولة الحوار دون إقصاء أحد. لكن نحن نطالب بأمر مهم في داخل اليمني، أن هذه النخب السياسية التي كانت موجودة في السابق هي التي قادت اليمنيين إلى ما هي عليه الآن، ليس فقط الحوثي وعلي عبد الله صالح، وإنما كذلك النخب السياسية للأحزاب الأخرى التي كانت تعطي مبررات الاستمرار للحوثي ولغيره بحوارات عبثية وبانتهازية. وبالتالي نحن يعني نطالب أن يكون هنالك استيعاب للجميع، لكن على الأقل بوجوه مختلفة برؤى مختلفة بتكتيكات أخرى مختلفة، لأنه من العبث أن أن يجرب الفشل مرة أخرى. نحن فشلنا في التوصل إلى اتفاقات نتيجة لهذه النخب السياسية الموجودة، فيجب على الأقل أن إما أن تتغير قواعد أو اشتراطات الحوار القادم والعملية السياسية القادمة تماما بحيث تفرض على الجميع التنفيذ، أو أن تتغير الوجوه والنخب السياسية التي ستجلس على المفاوضات ويكون لديها رؤية ومصلحة للوطن. الوطن هو الأول والأخير، يجب أن يكون كذلك، ويجب أن يكون من أولى أولويات وأهداف اليمنيين في الفترة القادمة هو بناء جيش قوي على أسس وطنية يكون هو الجدار الحامي للدولة اليمنية. مشكلتنا في اليمن هو أن الجيش لم يكن متواجدا في اللحظة التي احتاجه فيها الشعب والدولة. الجيش اليمني متعدد الولاءات، انقسم في 2011، وبالتالي هو الذي أدى بالبلد إلى ما هي عليه الآن. من أولى أولويات اليمنيين هو بناء جيش قوي، يعني صحيح، ولاءه وطني وله عقيدة وطنية، يستطيع أن يكون هو الحامي للوطن وللعملية، لأي عملية قادمة سياسية أو ديمقراطية أو غيرها. طيب أستاذ عبد الله، يعني ربما ما أعلنه أيضا بالأمس حزب المؤتمر الشعبي العام والذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أنه لا علاقة له بهذه التحركات الخاصة بجماعة الحوثي والمحاولات التي قاموا بها لإسقاط المحافظات الجنوبية وإكمال الانقلاب على السلطة وما إلى ذلك. كيف تقرأ هذا البيان؟ هل هو فقط للاستهلاك الإعلامي وحفظ ماء الوجه، أم أنه كما فسره البعض بأنه ربما يكون بوادر تصدع في جبهة صالح والحوثيين؟ البيان الذي صدر بالأمس من المؤتمر الشعبي العام الذي هو يرأسه علي صالح كان له شقين. الشق الأول أنه يتنصل عن علاقته بالحوثي، وهذا طبعا أمر للاستهلاك المحلي والدولي وليس حقيقيا. لكن الأهم في هذا البيان أنه قدم مبادرة من ثلاثة أجزاء، وهي أنه دعا الحوثيين لعدم الاستمرار في العمليات العسكرية والتوقف عن اجتياح الجنوب وبالتحديد مدينة عدن. نعم. وطلب من الإخوة في الخليج أن تتوقف العملية العسكرية، وأن يعودوا لرعاية المباحثات بين الأطراف اليمنية أو الحوار بين الأطراف اليمنية. هذا الأمر نحن نراه تقدم في رؤية الحزب، لكن هل هذا البيان سيكون على أرض الواقع حقيقيا، وهل يمكن البناء عليه؟ هذا ما ستثبته الأيام القادمة، لكننا نتصوره تطورا مهما بعد بداية العملية التي الآن هي أمرا واقعا وفرضت على اليمنيين وأسبابها معروفة. لكن ما يعني نحن نتحدث على أمر واقع، ليس الآن بيد أحد أن يوقف العملية العربية أو التحالف العربي ما لم يعني يذهب اليمن إلى توافقات وإلى خروج من الأزمة التي تعصف بها والتي استدعت من الأشقاء أن يتجهوا لهذا العمل، يعني في إطار عربي وفي إطار دولي. أخيرا أستاذ عبد الله، يعني ما هي توقعاتك للفترة القصيرة القادمة فيما يتعلق بالمشهد اليمني؟ أنا أتوقع يعني توقعاتنا يعني هي توقعات شخصية، لأننا لا نعلم ما هي الأهداف الأخرى التي يمكن
أن أو ما هي التصرفات التي يمكن أن تتم على الأرض بالنسبة للحوثيين أو على مستوى العملية العربية أو التحالف العربي، لكننا نتمنى ألا تتواصل، أن تكون العملية أو التحالف والعملية العسكرية للتحالف العربي في اليمن قصيرة لتؤدي أهدافها دون أن تستفيد منها الميليشيات في رفع مظلوميتها ومحاولة الاحتشاد وزلزلة اليمن واستقرارها. ونتمنى كذلك ألا نصل إلى أي تدخل بري إطلاقا. نتمنى أن من الفرقاء السياسيين في اليمن أن يعودوا إلى رشدهم، أن يتفهموا مصلحة وطنهم، وألا يذهبوا بالبلد إلى أكثر مما هي عليه الآن. هنا لأن هذا هو الأساس الذي حرك هذا المشهد. نعم، أشكرك. نعم. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل، علق لنا على مجمل المشهد في اليمن، سواء ما يجري على الأرض أو ما يتعلق بالتوقعات، ونحن بانتظار ما تخرج به هذه القمة العربية في واقع الأمر. ربما تشكيل القوى العربية المشتركة، هذا البند الذي ظهر بالأمس مع نهاية اجتماعات وزراء الخارجية لهذا اليوم التحضيري، كانت نقطة بداية يجب البناء عليها، ويجب أيضا تفهم المدى الزمني والمطالب اللوجستية التي تنقل هذه البنود والنصوص حتى بعد التشاور إلى واقع على الأرض يترجم هذا التوجه والوعي السياسي العربي الجديد لكل ما يحيط بهذه المنطقة العربية من تطورات ومخاطر. على كل الأحوال، ما زالت هذه التغطية متواصلة مع حضراتكم، نتابع هذا التقرير عن القوة